معانا سيادة العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي ونجل سيادتك. حبيبي حبيبي. صباح الفل يا سيادة العميد، أهلا بحضرتك. صباح الفل. صباح الفل. نتابع الكلام الجميل اللي بنسمعه من الوالد من أول اللقاء ولا إيه؟ يعني بص، أنا أولا طبعا لازم نهني الشعب المصري كله والجيش المصري كله بعيد النصر النهاردة وعيد الكرامة. ثانيا لازم الواحد يقول اللي هو دايما بنفتخر اللي انت يعني ابن من ابناء ابطال اكتوبر، ابن اللي هو سعد مرجان، اللي هو ربنا اللي احنا برضه ازاي يكون عندنا عزه ويكون عندنا كرامه ويكون عندنا انتماء لبلدنا. وده اللي احنا بنحاول النهارده برضه نقوله لاولادنا، اهم حاجه في الاخر خالص السيره الطيبه. انت بتفتخر اما حد يقول لك انت ابن اللي هو سعد مرجان، وهو ده اللي بتتمنى في يوم من الايام اللي ابنك برضه يفتخر بيك اللي انت والده. فهي دي الحاجه اللي احنا الحمد لله رب العالمين بنعتز بيها وبنفتخر بيها. فطبعا هو يعني اللي هو سعد مرجان ربانا على الانتماء وعلى الاخلاص وعلى ازاي يبقى احنا بنبذل اقصى جهد في اي مكان فيه عشان خاطر بلدنا وعشان خاطر المكان اللي احنا فيه. واهم حاجه دايما وانت بتشتغل بتفكر في بلدك. يمكن هو كان بياخدني معاه وهو يحكي بقى القصه دي وانا صغير عندي 6 سنين، اروح معاه المظلات وكان ازاي بنحضر التدريبات والناس الضباط كانت بتستغرب انت عندك 6 سنين وبتجري ضاحيه معاهم. يعني بدل ما ياخدك المراجيح وقتها سياده العبيد بيطلع معاك. لا احنا ما فيش، بنتكلم على 6 سنين. بنروح ربنا بنروح نجري معاهم في التدريب في انشاط مع ضباط الجيش، وكان خالنا البط اللي هو هلال كان في الصعقه وبنروح نجري معاهم. وكان لما بنتعب الضباط والمجندين يجيلونا يسلمونا لبعض لغايه لما نوصل لخط النهايه في الاخر. كنا بنروح نحضر نشوف ازاي يبقى في مناورات تدريبيه. هو ده اللي خلانا برضه اما كبرنا حاولنا نسعى ازاي نكون زيه، فدخلنا الشرطه وبرضه كان ليا شرف ان انا كنت في وحده انقاذ الرهاين. فانت ال 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 الحياه كلها اللي رباك على حب بلدك والانتماء والاخلاص. السبت اللي هو سعد مرجان اللي قاعد قدامك النهارده اللي احنا كلنا بنعتز بيه، واللي انت ازاي يبقى عندك ال يعني شرف اللي انت شايل اسم عيله مرجان، فدايما حاطط هدف قدامك يعني الاسم ده تحفظ عليه والناس تتكلم عنك بشكل كويس. فطبعا انا مش قادر اقول اكتر من لا ما تقولش يعني اكتر من كده، لان كلامك لغايه دلوقتي اثار شجون سياده اللواء. نورها غالي علينا سياده اللواء. طبعا يعني ما كانش ده الهدف الحقيقه، كان احنا لا دي حقيقه. وانا يعني انا هقول لك حاجه، هو ربنا على الالتزام وربنا على ازاي نكون ملتزمين وازاي نحترم نفسنا وازاي يبقى عندنا كرامه. انا عايز اقول لك ان لو سعد مرجان كلمني في التليفون الصبح النهارده لانه عارف انا مدير النادي وعارف حساسيه الموقف ايه، قال لي هم قالوا لك ان انا طالع في القناه ولا لا؟ انا طبعا كان نفسي اعمل لهم مفاجاه اكتر من كده. ده نوع من الالتزام اللي احنا نتمنى الناس النهارده ربوا ولادكم على الالتزام. والله يا فندم انا عايز اقول لك هنيئا لك بهذا الاب، وهنيئا لك انتمائك لهذه الاسره اللي واضح ان جينات الوطنيه منتشره فيها بشكل ملحوظ جدا. يعني لو حضرتك عايز توجه اي كلمه لسياده العميد ولا نكتفي لغايه كده؟ ايه رايك؟ والله وحشني، ربنا يخليك. لا انا والله بدعي لك ربنا يكون في عونك في اللي انت فيه والظروف اللي انت بتخدم فيها دي في النادي. ظروف صعبة عليك وربنا يقويك ويعينك. احنا مش عارف اقول لك والله ربنا يديك الصحة ويكرمكم، وعايزكم تستمتعوا بقى بالقصص دي. طبعا القصص دي الأحفاد عندنا بيسمعوها واحنا عشناها، الأحفاد عندنا بيسمعوها. وهو فعلا دي خلي بالك لازم القصص دي تتقال على طول. صحيح. لازم الكلام ده يبدأ، لأن حرب أكتوبر أنا كان ليا شرف، كان عندي دورة تدريبية في أمريكا بعد ما انتهينا من الدورة دي. فطبعا احنا دايما المصريين لما بنيجي نقول كلمه لازم نتكلم عن الحضاره ونتكلم عن الاهرامات ونتكلم على 7000 سنه. وجئنا للممثل الجانب الامريكي قال لنا انتوا دايما بتتكلموا عن الحضاره و7000 سنه وده حقكم، لكن دايما بتنسوا السحابه اللي عدت على مصر ومحدش حس بيها، السحابه اللي عدت على الوطن العربي ومحدش حس بيه. فطبعا احنا قعدنا نبص لبعض، هو ايه يعني ليه؟ قال لك الثعلب الرئيس انور السادات. واللي انا كنت بفتخر اللي انا كنت من فريق تامين في كامب ديفيد معاه، الراجل بيقول كده. تخيل بقى وانت نقيب وانت صغير وفي ماموريه خارج بلدك وفي امريكا وبتسمع هذا الكلام. طبعا لازم الاجيال طالعه تفتخر بجيشها، تفتخر برؤسائها، تفتخر بزعمائها، محدش يشكك في وطنيه اللي موجود، لان دي هو ده السلاح الاساسي، هو ده اللي بيقوي ضابط الجيش، هو ده اللي بيقوي العسكري القوات المسلحه، هو ده اللي بيقوي ضابط الشرطه او العسكري الشرطه اللي واقف. هم دول لولاهم ما كناش هنبقى موجودين. صحيح. فدايما احنا عايزين نذكر ولادنا. وطبعا يعني هرجع اقول ثاني، انا بفتخر وليا شرف ان انا ابن من ابناء بطل حرب اكتوبر اللي هو سعد مرجان. ويعني مش عايز اطول عليكم عشان هو ما يكمل ربنا الكلام. يعني فلنكتفي بهذا القدر بعد اذنك يا سياده العميد. وربنا يبارك لك في ولادك وربنا يخلي لك سياده اللواء ويفرحوا بيكم وباحفاده يا رب. احنا سعداء جدا بالتواصل مع حضرتك ونشكرك شكرا جزيلا.